سير. هذا المخرجات. واش هادو؟ هادو محويجاتو. هادي تصليب. لا اله الا الله. انت ما قراش كاع الفيلم. لا حول ولا قوة الا بالله. لا حول ولا قوة الا بالله. هذا الصريف تاع الفلوس اللي عطيتوه. هادشي اللي بقى شاطر. شوف هادشي اللي بقى عنده. لا اله الا الله. كمل الفلوس. لا حول ولا قوة الا بالله. هادي الصندارة خويا ديالي. تا من الصندارة عرفتي كنجبدها كنشمها. هادو دابا باش كيشوف معنا خص عندها الشوف شوية. هادشي اللي بقى عندي من الولد صافي. وبقات عندي ورقة والورقة عاطينهم ليا بالله. ولدي غرقو. فين هو الولد؟ مرحبا بكم متابعينا الأوفياء. صراحة مشهد مؤثر جدا ومنظر صادم لأم مكلومة اللي اليوم تناشد كل المسؤولين وكتقول لسان الحال ديالك يقول أين ابني أيمن؟ أيمن الذي اختفى أو غرق حسب يعني شهد مجموعة الناس اللي خبرها بأن الابن ديالها أيمن غرق في شاطئ مدينة أكادير. اليوم آخر ما تبقى من أيمن. أيمن فقط يعني بقى منه يعني هذا الكرطاب اللي كيضم مجموعة من الحاجيات ديالو من بين فوطة وأيضا الملابس ديالو من بينه أيضا واحد الصندلة وحتى من بعض يعني الصرف يعني كما كنقولوا بقى محتفظة به هذه الأم. واليوم كتوجه نداء لكل قلوب الرحمة كما كتشوفوا لحظات مؤثرة جدا لهذه الأم اللي كتقلب على الابن ديالها وتناشد كل الضمائر الحية من أجل المساعدة ديالها. أين أيمن وأين جثة أيمن اللي غرق بالشاطئ مدينة أكادير حوالي 3 أشهر؟ فغادي نقربكم من هذه القصة المحيرة وهذه القصة اللغز اللي ربما منكم نقولوا بأنها قصة لغز لحدود الساعة. واش فعلا نيت أيمن غرق ولا ما غرقش؟ فهذا هو السؤال الذي حير الجميع وحير هذه الأم. فكنا كنعرفوا بأن أي غارق ممكن يغرق فالجثة ديالو كتبان يعني في غضون حتى أسبوع أو 15 يوم يعني ربما البحر كيلوح الجثة ديالو. لكن أيمن يعني 3 شهور والجثة ديالو. أنتم كتشوفوا الصورة ديال أيمن كما كتشوفوا معنا على المباشر يعني الصورة ديال أيمن. الأم ربما تتذكر ابنها فقط من خلال يعني هذه الصور. فكنتمنى بطبيعة الحال من أي واحد يعني قادر أنه يساعد هذه الأم وقادر أنه يلقى حل ربما لهذه القضية التي حيرت الجميع هنا بمدينة أدشير الجهادية كما كتشوفوا معنا على المباشر. أم مكلومة تبحث عن ابنها الذي اختفى منذ حوالي 3 أشهر بعدما تم إخبارها بأنه غرق بشاطئ مدينة أكادير. تفضلي عاودي لنا القصة ديال هذا الولد ديال كيفاش تمشى يعني الناس اللي ربما عارفينش ولا متبعينش هذه القضية. سير تفضلي. السلام عليكم. ولدي نهار المهم جاو عنده شي دراري نهار الحد قال لي يا ماما راني غادي نمشي للبحر. قلت لي ما كانش نبلو لو اصلا غادي غير مني جاو عنده دوك الدراري صافي. الدري زعم قال نمشي مع صحابي واصلا ديما كيمشي للبحر. هذيك النهار الحد مشى. المهم هما اللي كيقولوا هما قال لك هذاك الشيء اللي وقع ما بين الجوج يعني غرق. هذا الشيء اللي كيقولوا صحابه. انا ما كنتش معاه باش نعرف ولدي صحابه شنو قالوا لك راه ولدك غرق. هذا الشيء اللي قالوا صحابه قالوا لي مني جاوا عندي قالوا لي راه ولدك راه كان ما كيغرقش من الاولى واني كان كيغرق واحد اخر مني غرق هذاك الاخر. قال لك صافي مني جاوا يدوروا لقوا ولدي ما كاينش. ولكن واش شافوه تا غبر وسط الماء ولا دابا باش حيروني انا وبقيت كنقلب على ولدي حتى لهاد الحد ما
واخا كيقول لي شي كيقول لك شفتو شي كيقول لك ما شفتوش فهمتي يعني كاين تناقض في كاين تناقض شي كيقول لك لابس شورت ازرق النص كيقول مني جبت الدوسي ديال ولدي لقيت شي حاجه ما ماشي تا ليه يعني كاين تناقض في الاقوال كاين شويه بحال ما مقتنعينش بلا ولدي غرق هادشي اللي كاين ربما ولدك ما غرقش الشكوك ديالي انا ماشي كنتهم شي واحد ولا كنقول شي واحد راه خطف ولدي ولا شي حاجه انا كنقول غير ممكن توقع شي معززه وشي واحد يكون عتق ولدي ولحد دابا باقي ما شافش هاد اللايف ديالي يقدر اي احتمال توقع شحال دابا ولدك باش اختفى ما عرفتش باش اختفى دابا 3 شهور هي غادي 3 شهور يعني 3 شهور يعني كنعرفوا ان شي واحد غرق ربما الجثه كاين بحال البحر راه هادشي اللي حيرني انا دابا شحال من واحد غرق من ورا ولدي هذوك الحراقه اللي كانوا مشاو راه يوميا كيتلاح واحد يوميا كيتلاحوا اربعه وولدي لحد دابا ما تلاحش يعني وقال لك احتمال قال لك يكون جيت القصر ولا تلوحوا المروحه شي بلاصه وولدي ما تلاح حتى في شي بلاصه ما كاين حتى في شي بلاصه داك الشيء علاش يعني كاين كاين واحد اللغز كاين شي لغز كاين شي لغز هادشي اللي انا كنمشي ما خليت فين مشيت هذاك الكرطاب واش هذا اللي جابوا لي هذا ولي اطار ليا من ولدي جابوا لي هادشي الفوطه ديالو الصنداره ديالو النظاظر ديالو صرف هادشي اللي صاب لي اللي باقي الحياه عندي من الابن ديالي يعني هادشي اللي شاف لك ما عرفت ولدي اشنو قالت هذيك اللحظه واش قال عيط عليا ماما اي دابا كنتسائل بوحدي مره كنقول واش ولدي كان كيعيط لي في ديك اللحظه كان اش كان كيقول كيقول صحابو عطقوني كيقول ما بغيت شي بغيت نفهم شي حاجه من هاد الناس اشنو قال ولدي حتى واحد ما فهمنيش حاجه الحاجه الوحيده اللي كيقولوا لي كيقولوا لي ولدك هذاك اللي في الوقايه المدنيه اللي معاهم هما دوك الماجور اللي تما النوب الاولى كان كيقول لي ولدك غرق راني شفتو بعيني ومؤخرا مني وقفت معاه مع الباترون ديالهم داك اللي في الوقايه المدنيه قال لي ما شفتوش انا شافوه واحد اخرين كاينين جوج شهود من هادشي ديال الجمعيه ديال البلديه هادوك طردوهم ما عرفتش علاش طردوهم الله يعلم هادوك هما اللي عارفين يعني هاد اللغز كامل دابا هاد المده كامل كي دازت الوالده والبحر يعني كي دازت عليا الا قلت لك ما عادش كنمشي للبحر لوحده الليل بعض المرات كنمشي للبحر بعض المرات لوحده الليل واحد النهار مشيت مع الثلاثه كاع ثلاثة الليل شنو واش ولدك صافي كنفكر ولدي صافي كنكون اي حاجه وقعت غير حطينا شي حاجه كيتفكروها الدراري كيقول لي ماما راه كان يدير لنا خويا وكان يدير لنا خويا صافي كنخلي ولادي وكنزيد ما بقيتش عاقله كاع على ولادي اللي كاينين معايا دابا الى دابا رغم ذلك قال لي غير شي واحد البركه في راسك صافي كنتاثر يعني صافي بان ولدك يعني ما ولدي راه ما ميتش بعد ما تجيبني الفاقه في نصلي نقول ما دابا نمشي للبحر هو راه صافي دقت جميع البيبان مشيت للمحكمه مشيت لمحكمه الاستئناف كنسول واش كاين شي جديد مشيت لعند الشرطه مشيت انا بغيت هذا الشيء ديال ولدي ما بغيتش بغيت يدخل شي مسؤول كبير لان ربما هذا الشيء فيه شي لغز هادشي يقدر ما في شي حاجه كنعرفوا ان الام عندها احساس شنو الاحساس ديالها انا الاحساس اللي كنحس كنحس بالله راه ولدي شي نهار غادي يدخل غادي يدخل عندي تبقى شي معززه ولا شي حاجه عندي باقي ما غرقش ما عنديش هذاك الاحساس بالله راه ولدي مات كيقول لك الام كتحلم بولدها راه ولدها كتحس به قال لك راه بحال كيقول لها ما تفكيش ماما هادي انا داك الاحساس ما عنديش عندي غير شي فرحه كنحس باش نهار غادي توقع ليا شي فرحه ولا شي حاجه هادشي اللي كنحس في القلب ديالي يعني شي نهار غيدخل شي نهار غادي يدخل ولدي كنقول عندي امال شي نهار غادي يدخل ولدي حيتاش مني ما باتش الجثه ديال ولدي كون غير بانت الجثه ديال ولدي ودرت لي القبار ودفنتو وداك الشيء غادي نقول ماما بنادم ما لقيتش ولدي راني ما مرتاحاش وما واخا بنادم كيشوفك كتضحكي وكتديري كنضحك على حق هاد الوليدات جوج اللي بقاو عندي ما بغيتش ناثرهم تا هما وما بغيتش نتا هما نوليهم ضيعاهم
عوض عليا واحد مشى ما عرفتو ميت ما عرفتو حي وما بغيتش نضيع الاخرين. التصويره ديالو الناس ربما يشوفوا. المهم هذا التصويره ديالو. هذه هي التصويره ديالو. التصويره ديالو. المهم شي واحد لا كان عتقو ولا وقع عليه شي حاجه ولا هذه. هذه هي التصويره ديالو. هذه هي التصويره ديال ايمن تاج الدين. ايمن تاج الدين. في العمر ديال ايمن. 19 عام. راه كبر معايا بحال الاخ ماشي انا ضل ولدي خويا اي حاجه في حياتي. نهار اللي مشى لي ولدي علاقتك مع ولدك يعني. ماشي كانت علاقتي معاه بحال ولدي راه خويا هذا خويا وبا ونهار اللي مشى ولدي ما بقيتش عرفت الاثر ديالو وليت بحال ضيعه بحال حاسه براسي وحيده بحال ما عندي حتى شي حد بحال ما مشى لك نص من حياتي. نص من حياتي مشى ليا. حسيت براسي صافي ضعت ما بقاش عندي ديك الضحكه اللي كنت كنضحك. الناس حتى الناس ديال التشيره كاملين تاثروا معايا الناس تاع القرماعين حتى هما كنشكرهم حتى هما وقفوا معايا الناس تاع الحريج. المهم اي مدينه طرست اي حتى هما ما كانوا يشوفوا الضحكه ديالي من قبل ودابا مني ما بقاتش ولاو اطرين حتى هما معايا يوميا يسولوا يوميا يتصلوا يسولوا. 3 شهور عرفتي شنو 3 شهور واحد الشخص اللي مفقود. المهم انا كنطالب غير بالجثه ديالو الناس مسؤولين وقفوا معايا وسيدنا في هذا المنبر لا كان يسمعني حتى هو يوقف معايا. هادشي اللي كنطلب هادشي اللي كنطلب. شنو كيقولوا ليك المسؤولين حتى شي واحد هادشي كنمشي ندخل كيقولوا لي كنقول لهم قلت لهم بغيت الدوسي ديال ولدي ونعاود البحث مع الدراري كيقولوا لي وانا ضميري ما خلاتنيش بغيت نعاون ذكراري بالدراري ونعاون نجيبهم واني ما النفسيه ديالي ما خلاتنيش هذوك قلت هما بحالهم بحال وليداتي بلا ما نعاود دابا الدوسي شاده ما عرفت اش ندير ضغط ما عرفت نعاود ذكراري بالدراري نسمع الاقوال ديالهم اشنو قالوا داك الشيء واني ما ضغط ما بقات عرفت مش ضميري ما خلانيش ذكراري بالدراري انا كنطلب غير من الشرطه توقف معايا صافي والوقايه المدنيه هذيك البلاصه اللي شاكه فيها وما بغاوش يغامروا معايا ويدخلوا لا هذيك هي اللي بغيتهم يقلبوها جيت القصر هذيك هي اللي الحاجه هذيك هي الحاجه الوحيده اللي شاكه فيها عندي احتمال يكون ولدي تم ما كانش ولدي تم ما صافي ولدي راه حتى شحال من واحد تلاح شحال من واحد انا ضريت بزاف وجميع البيبان دقيتهم ويقول لك كاينه جمعيه ولا كاينه شي حاجه تقب معاك حتى من الجمعيه كتقول لي نقب معاك ولا شي حاجه نقلبوا معاك وندير احتجاج وداك الشيء الغد الاخر ما كنسمع حتى شي حاجه من عندهم كذب عليك انا بغيتهم لا عيطوا ليا وبغاو يوقفوا معايا هي وقفوا معايا بي بالصح ماشي يقولوا لي راني عطيني احتمال ويقولوا لي في الاخر ما موقفش معايا لا كنشكر واحد الجمعيه ديال جمعيه واحد السيده كيقولوها السعديه هذه كنشكرها وكنشكر واحد السيد واخا ما خاصني نقول سميتو حتى هو كنشكرو الا كان يسمعني الحل دابا كنشكرو بزاف وقف معايا في اي حاجه وقف معايا فيها وشكرا لهم هادشي اللي بارطاجاو معايا هاد اللايف صافي هذا هو الكرتاب ديالو. انتما كما كتشوفوا ربما يعني هذه هي المحفظه ديال ايمن اللي اختفى في ظروف غامضه كما كتشوفوا الصوره ديال ايمن بطبيعه الحال شاف هذا اللايف كنتمنى يعني البارطاج ديالكم انتما كتشوفوا هذه الام يعني اللي دائما ما تتذكر يعني الابن ديالها من خلال يعني هذه المحفظه اللي جابوا لها الاصدقاء ديالو اللي كانوا معها بشاطئ مدينه قدير وقالوا لها بان ابنك قد غرق كما كتشوفوا صورة ديال ايمن فهذه الصورة ديالو وريو التصويرة باش نشوفوها هانتوما الصورة ديال ايمن بطبيعة الحال اللي اختفى منذ حوالي 3 أشهر والجثة ديالو الى يومنا هذا لم يظهر لها اي اثر كما كتشوفو كنتمنى من اي واحد يعني كيعرف شي معلومات على ايمن او بطبيعة الحال شافو تغرق ولا عنده شي معطى اخر يتواصل مع هاد الام يمكن ما كنا كنعرفو يعني قلب الام وبطبيعه الحال فهاد الام فما كتقلبش يعني
على شي حاجه من غير انها تعرف المصير ديال الابن ديالها واش فعلا غرق ولا لا. وبطبيعه الحال يعني فين اختفت الجثه ديالو، لان الحدود الساعه الجثه ما لحاش البحر، والناس كيقول لها راه ولدك غرق، لكنها ربما الاحساس ديالها كيقول لها شيء اخر بان الابن ديالها اختفى في ظروف غامضه. فربما هي قضيه محيره ولغز محير ينتظر الاجابه، وينتظر بطبيعه الحال ان يتم فك هذا اللغز في اقرب وقت ممكن. كما كتشوفوا ما تبقى من ايمن سوى هذه المحفظه وبضعه ملابس. بطبيعه الحال كما كتشوفوا هذه الام كنتمنى ان ربي يسمع اخبار الخير، وان شاء الله تبان الحقيقه عما قريب باذن الله تعالى وبركته. فاي واحد يعني شاف هذا اللايف انا يبارطاجي باش توصل هذه الرساله، ولما لا ان قضيه ايمن تولي قضيه راي عام وطني. لما لا؟ لان ربما هذه القضيه فيها مجموعه من علامات استفهام الحدود الساعه اللي ما واضحاش وتنتظر الاجابه بطبيعه الحال. فهذه هي الصوره ديال ايمن كما كتشوفوا معنا على المباشر، ايمن اللي قيل بانه غرق بشاطئ مدينه اكادير، لكن الى حدود اليوم ولا اثر الجثه ديالو بعدما مضت حوالي 3 اشهر على هذه الواقعه. وكنا تابعنا من دي قبل يعني هذه القضيه، واليوم الام بعد اتصال ديالها بقناه الشعب قناه شوف تي في بغات توصل الصوت ديالها مره اخرى وتذكر الناس بالقضيه ديال الابن ديالها، لانها مازال ما شافت حتى شي حل ومازال ما لقات حتى شي جواب لمجموعه من الاسئله اللي كتبادر للذهن ديالها. والسؤال ديالها كتقول فين ولدي، فين مشات الجثه ديالو، وما مصير ابني ايمن. والله يسمع اخبار الخير ان شاء الله لما لا تبان الحقيقه عاجلا ام اجلا. تحياتي لكم وعلى امل ان نلتقي بكم في بث مباشر اخر، الى الملتقى. الله يجزاك خير يا رب.